أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا اليوم: كيف أصف الطقس؟ في مادة العلوم للصف الثالث ابتدائي، وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد المكحم. فأهلا ومرحبا بكم. سنتعلم اليوم بإذن الله كيف نصف الطقس، وسنتعلم الهطول وأشكال الهطول، ومدى تأثير شكل الهطول وكميته على حالة الطقس، وأيضا سنتعلم الرياح وطريقة قياس قوة الرياح، وسنتعلم الضغط الجوي ومقياس الضغط الجوي. سنتعلم اليوم كيف نصف الطقس والهطول والرياح والضغط الجوي. عزيزي الطالب والطالبة، شاهد الصورة. هل تستطيع وصف حالة الطقس؟ ما حالة الطقس في الصورة؟ راقب جيدا ماذا يحدث خارج النافذة. أحسنت، إنه المطر، فحالة الطقس ممطر، فحالة الطقس في هذا اليوم طقس ممطر. يجب علينا أن نمكث في المنزل أثناء نزول المطر. كيف نصف الطقس؟ يمكن وصف حالة الطقس اعتمادا على عناصر، أولها درجة الحرارة. تعلمنا في الدرس السابق مدى تأثير درجة الحرارة في الطقس وطريقة قياس درجة الحرارة. ومن العناصر التي تصف حالة الطقس الهطول وأشكال الهطول. ومن العناصر التي تساعدنا في وصف حالة الطقس الضغط الجوي، ومدى تأثير الضغط الجوي في حالة الطقس. ومن العناصر التي تساعد في وصف حالة الطقس الرياح. إذن يمكن وصف حالة الطقس اعتمادا على درجة الحرارة والهطول والضغط الجوي والرياح. سنتعلم الهطول. شاهد حركة الغيوم. الغيوم تتحرك وكذلك تتشكل بأشكال مختلفة، حيث تمثل أشكال الهطول ثلاثة أنواع. فأشكال الهطول ثلاثة: ممطر، وثلج، وبرد. فالماء المتساقط من الغلاف الجوي على الأرض يسمى الهطول، ويكون على أشكال ثلاثة: مطر أو ثلج أو برد. فالهطول يكون على شكل مطر أو ثلج أو برد. سنشاهد سويا هذا العرض ثم نطرح حوله تساؤل. كان موزتي يسير في الحديقة وفجأة سقطت قطرة مطر على أنفه، ثم سقطت قطرة أخرى فوق الزهرة. لا وبت، ماذا تفعل وبت؟ أنا أزيل الماء عن الزهرة. وبت،
يجب ألا تفعل ذلك، تحتاج الزهرة إلى الماء، كثير من الماء، وإلا فستذبل. وبت أعرف ذلك، قال موستي. الماء ضروري جدا لحياة النباتات ولا سيما الأزهار. قل لي، هل تحب المطر؟ أحبه كثيرا. واق 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 واق. هل المطر يفيد النبات؟ نعم يفيد النبات. وما فائدة المطر للنبات؟ أحسنت، يساعد النبات على النمو. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء مفيد للحيوانات والنباتات. بعدما تعلمنا أشكال الهطول، شاهد ما ينزل من السحاب. من أي أشكال الهطول؟ فكر جيدا وأجب. هل هو من الثلج أم المطر أم البرد؟ هل هو من الثلج أم من المطر أم البرد؟ شاهده جيدا. ماذا ينزل من السحاب؟ أحسنت، إنه المطر. هذا الجهاز فيما يستخدم هو مقياس المطر. هذا الجهاز هو مقياس المطر، ويستخدم هذا الجهاز في معرفة كمية المطر الساقط على الأرض. فالأمطار ربما تكون كثيفة، وفي بعض الأحيان تكون قليلة، وتحدد كميتها باستخدام مقياس المطر. فهذا الجهاز يطلق عليه مقياس المطر، أن من فوائده قياس كمية المطر الساقط على الأرض. بعدما تعرفنا على مقياس المطر، سنتعلم مفهوم الرياح. والرياح هي الهواء المتحرك الذي أحس بدفعه أحيانا. فأحيانا تصبح الرياح شديدة، وأحيانا تسكن الرياح. كيف نتعرف على سرعة حركة الرياح؟ هذا الجهاز يستخدم في قياس سرعة الرياح، ويطلق عليه الأنيمومتر، مقياس يستخدم في تحديد سرعة الرياح. إذا كانت شديدة قوية، أم إذا كانت ساكنة وهادئة، ففرق بين الرياح الشديدة والرياح الساكنة الهادئة. ننتقل بعدما تعرفنا على الرياح ومقياسها إلى هذا المشهد. تابع المشهد وتعرف على تأثير الرياح في تحريك الأشياء. صباح الخير أبي، انظروا إلى الحديقة، لن تصدق ما حدث، هناك من بعثر الأوراق التي جمعتها. لا، لقد اجتهدت في جمع هذه الأوراق. نعم. هل تعرف ما الذي بعثرها؟ حسنا، فكرت في الأمر ولا أظن أن تنينا عطس وبعثرها. لا يوجد تنين في الحديقة. صحيح، وجدتها، ربما جاءت السناجب وقفزت فوق الأوراق ولعبت بها هكذا. نحن نحب اللعب بالأوراق، زيد، أظنني أعرف من الذي بعثر الأوراق. حقا تعرفين من فعل هذا؟ حسنا، أنا واثقة بأنها الريح. ماذا؟ الريح بعثرت كومة الأوراق؟ نعم، فالريح قوية يا زيد. هيا تعال معي وسأشرح لك. حسنا. اسمع، تخيل أن هذه الكرة هي كومة الأوراق،
حسنا. انظر، وأنا سأكون الريح القوية. والآن سأبدأ. سأنفخ بقوة أكبر. سأبدأ من جديد. عزيزتي، هلا ساعدتني من فضلك؟ حسنا. نجحنا. رائع. حسنا، هل رأيت؟ تستطيع الريح تحريك الأشياء كما حركت الأوراق في الحديقة. لم أكن أعرف أن الريح قوية هكذا. بعدما استمتعنا بالمشاهدة، ما تأثير الرياح على الأشياء؟ تحرك الأشياء، فالريح تستطيع أن تحرك الأشياء. فالرياح القوية تستطيع أن تحمل الأشجار. بعدما تعلمنا مفهوم الرياح وسرعتها ومدى تأثيرها وكيف نقيس هذه الرياح، ننتقل إلى الضغط الجوي، وهو أحد العناصر التي تؤثر في حالة الطقس. والضغط الجوي هو وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء فيغير من حالة الطقس. فالضغط الجوي يستطيع أن يغير من حالة الطقس. عزيزي الطالب والطالبة، هل جربت ركوب الطائرة؟ إن ما يحدث في أذنيك أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها بسبب الضغط الجوي. هذا الجهاز يطلق عليه البارومتر، وهو مقياس الضغط الجوي. فهذا الجهاز هو مقياس الضغط الجوي، نستطيع أن نقيس به الضغط الجوي. بعدما تعرفنا على كيفية وصف الطقس والعناصر التي تؤثر على الطقس من درجة الحرارة والهطول والرياح والضغط الجوي، نطلب منك عزيز الطالب والطالبة أن تتذكر وتساهم في حل هذا السؤال، حيث يقول: صل العبارة بما يناسبها من الصور. أمامك عبارات والأخرى صور، يجب أن نصل لكل عبارة صورة. مقياس درجة الحرارة الثرمومتر. فأي من هذه الأجهزة هو الثرمومتر؟ أحسنت، إن هذا هو الثرمومتر، مقياس درجة الحرارة. ننتقل إلى العبارة الثانية، مقياس الضغط الجوي البارومتر. أين مقياس الضغط الجوي؟ ممتاز، هذا هو البارومتر، مقياس الضغط الجوي. العبارة الثالثة، مقياس سرعة الهواء الأنيمومتر. أين مقياس سرعة الهواء؟ ها هو، أحسنتم، إنه مقياس سرعة الهواء. العبارة الأخيرة، مقياس المطر. أين مقياس المطر؟ ممتاز، إن هذا هو مقياس المطر. بعدما تعرفنا على الأجهزة، الثرمومتر والبارومتر والأنيمومتر ومقياس المطر، سنتذكر سويا ما تعلمناه اليوم. تعلمنا اليوم كيف أصف الطقس ونصف الطقس اعتمادا على درجة الحرارة ومقياسها
الثرمومتر والهطول وأشكال الهطول، المطر والثلج والبرد، وتعلمنا الضغط الجوي ومقياس الضغط الجوي، ويطلق عليه البارومتر. وكذلك تعلمنا الرياح وسرعة الرياح ومدى تأثير سرعة الرياح في وصف حالة الطقس. هذه هي العناصر التي نعتمد عليها في وصف حالة الطقس. ختاما عزيزي الطالب والطالبة، آمل أن أكون وفقت في تقديم ما يفيدكم، حتى نلقاكم في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.